في وقتنا هذا توا معناتها عنده الحق باش يعمل هكا دو ان على خاطر يراه في البنات ويراه في السيتياسيون اللي هي فيها توا، ودو دو انا مثال راجلي ما ينجمش يقول لي مثال شو معناها مدام منيا؟ معناها سامحني انت تخرج تصر وحدك من غير راجلك؟ لا انا نخرج معاه ونخرج وحدي ونخرج مع صحابي بالطبيعه نخرج مع الاقارب نخرج مش ما نخرجش يخليك ما علاش انا يخليني نخرج معناتها لازم تفهم علاش على خاطر انا وقت السيد كي جاء في عائله وشاف العائله ذيك شاف الوالد الله يرحمه كيفاش معناتها رباني شاف الام كيفاش تتصرف معايا هو بيدو كانسان كشخص وقت اللي جاء شاف العائله كيفاش تتعامل معاه معناتها وقت اللي هو خذاني عرفني انا شنو وقيمني على حسب هذاك قعد يتعامل معايا اليوم لنا هذا يعني انت ما عندكش المشكله ذي نتاع انه ما تلبسش كبيره معناها انت ما عندوش المشكله ذي نتاع اني ما تلبسش وما تخرجش وما تحكيش لا لا ما عندوش المشكله قلت لك عنده ثقه كبيره من يتصلوا بك رجال مدام مونيا هي الحكايه هي الحكايه الكل حكايه والديه زاد راهو علاش هو علاش هو السيد معناتها يقول لك انا ما نعطيش ثقه مش نورمال شاف التصرف تقى سبحان الله ما عطاش ثقه للبنات. راجلك يخليك تتعامل معناها يكلموك رجال في التليفون تحكي معاهم. يعني كيفاش مثال فما تعم فما 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 مثال كيكلموني رجال في النهار في الليل في كيفاش انا عندي برشا يكلموني وعندي لي فورنيسور نتعامل معاهم اما باش تجي تقولي يعني في وقت مؤخر باش يكلمني بالطبيعه لا بالطبيعه انا في تعاملاتي فما اوقات نتعامل فيهم ويكلمني ويكلموني. فهمت صابرين معناتها ما فماش مثال كيما نقولوا في الليل يجي انسان معناتها في وقت ما يسمحش وفي الليل مخر يجي يطلبني ولا يقول ولا باش يسالني على حاجه ولا فما تليفونات وفما ظاهره المكالمات الهاتفيه سامحني ظهري انا مثال ننصحها هي وغيرها انا نقولها مثال عندها قداش من سنه والا عندها نهار ولا نهارين والا عام ولا عامين معناتها جات قبل العرس باش تقول انا خايفه وانا معناتها خايفه منه. علاش ما تفهمتش معاهم فماش حوار بيناتهم باش توصل معناتها لازم تصير حوار بيناتهم. لا يعني شو انا والله تعرف شنو صابرين ورقه وستيلو ويقعدوا ويتفاهموا. باهي انت شنو اللي عليك وانت شنو اللي تحب وانت شنو اللي ما تحبش وانت شنو اللي يساعدك وانت ما يساعدكش وبصراحه على قنطره صحيحه هذيا والله هذيا النصيحه اللي ننصحهم بها من على الحكايه تو نور والله انا نقولها من فم البير ولا من قاو اش معناها من فم البير ولا من قاو فما رجال ايبر نارسيسيك جوست يحب يفرض الشخصيه نتاعو باش يفرضها ما تعملش ما تقدش ما تخرجش ما تدخلش وفما راجل يغير سبحان الله يحزر على مرته ولا يحزر على صاحبته ولا على خطيبته ولا اللي هي علاش على خاطر يعرف شنو فما مع هذيك كي تخرج ولا مع الاخرى فهمت دونك انا نقولها معناها راهو الحب مش كيما قبل العرس كيما بعد الخطبه كيما بعد العرس ماهوش كيف كيف راه انت نور فما زوجك يخليك تخرج تسهر وحدك وحدي ليه ما نخرجش نسهر وحدي وما نلبسش حاجه اوفر وحدي فهمت معناتها هذوما الكل الحاجات اللي نحسهم انا باش يعملوا لي المشاكل نتفاداهم فهمت يعني نعملهم انت... معاه بورتو انا راني نخدم مع رجال وانت تعرف معناتها خدمتي مع رجال وكل شيء اما محترمه اونتخ تون تلقانيش معناتها نص الليل نحكي معاك اليوم ولا الاربعه نتاع الصباح فما احترام ونقدروا بعضنا وكما قالت مدام مونيا نتفاهموا من الاول فهمت وفما رجال يحبوا يعملوا نسا ماريونيت جوست هكا على البليزير يقولها لا المهم انت كما قلت راجلك ما يخليكش معناها هي ما يخلينيش ما يخلينيش وحدي لا وحدك لا امل انا راي ما ظاهر معناها راي شنو انا ننصحها تبعد عليه انت ويني شخصيتك وينك انت في هذا الكل باش هو يجي يقول لك ما تعملش ما تلبسش هو مازال كيعرفك انت كيفاش كنت عايشه ما كنتش عايشه انت ما كنتش تعرف تعيش قبل حياتك هي ما تتبدلش لازمك تخلي حياتك كيما هي شخصيتك كيما هي تلبس كيما كنت تخرج مع اصحابك هما معناها يا اخي انت كنت عايشه غلطه وجاي هو باش يصلحك غلط كلامك كمال راه كلامك غلط لا كلامك غلط غلط كلامها سامحني شنو اللي انت كيما لا كيما معناها قبل العرس كيما بعد العرس معناتها كانت تخرج عندها سامبل امي ولا كانت عندها جروب تخرج معاهم تقعد تخرج معاهم ما هو فما تصفي ولا بيان سور مادامهم سامبل امي وهي من قبل قاعده تخرج معاهم وصحابها هو علاش يجي يحب يقطعها من صحابها ولا من عائلتها ولا يحب ينحي لها الحاجه اللي هي قاعده تعمل فيها تحبها انت مادام قاعده تلبس في اللبسه هذيك معناها اللبسه هذيك عجبتك وتحبها علاش هو يجي مادام هو سامحني الراجل يقول لك انا راجل
علاش انت راجل كيما راجل كيما المراه كيما هو قاعد يتشرط عليك زاد انت تشرط عليه ترى باش يرضيك باش تخرج بحاجه عليه معناها ما يلبسش ولا ما يخرجش ولا ما يحكيش مع نساء ما يرضاش كيما ما يرضاش هو حتى انت ما لازمكش ترضى لا لا راجل راجل ما عندوش مفاتن باش يوريهم راجل يا نور لسقني كيفك نحب راجلي خليني نسافر على شو لسقني كيفي نحب راجلي خليني نسافر على راجلي ان شاء الله تلقى راجل كي راجلي ولا ولا صعيب ما فهمتش انا نحب انا نحب ما خليني نسافر كيما قبل كيما خلوا عليك انا شويه خلوا عليك انا شويه الرجال قوامون على النساء هذه حطها قدامك باهي ما تجمش تقارن وتلقى المراه تصرف على راجل نهار اخر ما نحكيوش على انت ما انت مشكلتك فلوس نور خلف ما وجهه نظر انا إيه انت إيه تحب مشكلتك راجلك نهار خليك تسافر وحدك كيما كنت تعيش كيما كيما تخرج تصرف مع نسافر وحده نسافر انا وحدي وهو وحده نسافروا مع بعضنا يسافر هو مع اصحابه ولا مع خدمته انا عندي خدمه ولا عندي اصحابي نسافر مع اصحابي كيما سافرت وكنت مع البنات اصحابي شنو فيا كي نبدا مع عرسه نسافر مع البنات اصحابي مانيش غلطه لا تا ولا نهار تعليقك مرتك تخليها تسافر مع صاحبتها انا بالنسبه لي انا المراه اللي باش ناخذها ممنوع تلبس القصير ممنوع تخرج تسهر ممنوع تقول لي باش نخرج مع نامي كي خويا حتى ولد خالتها ولد عمها بعد كي تعرس عندها رجلها فماش هذايا ثم حاجه نخرجوا مع بعضنا معناها هذه الثقه وكل شيء موجوده صحيح اما انا مرتي نخاف عليها قالت انا كي باش ناخذ المراه باش نقول لك انا الراجل البو والخو فماش هذايا هز تليفون عندي انا مي ولا انا مي باش نخرج انا وياها ولا باش نمشي لفواياج لا بنات عم عندك راجل كما قالت نور قبل العرس امورك بعد العرس عندك انفيرونمون اخرى تعيش معاها قوانين اخرى خاطر العرس راه مسؤوليه عندك واجبات يسامحني انت نهار كامل في الشارع وشكون باش ياخذ لها الدار فما شكون فما علاش مراتي خدمت قاعده في الدار نحب مرتي تخدم تتلهى بدارها تجيب صغار تتلهى باب صغيره مش نهار كامل شنو المقاييس العرس عند امل فلوس فواياجات خروجات علاش مع عرسها صوح إيه هو كي حطك شنو يا اخي انت باش تاخذ واحده خدمه تقعدها في الدار ديما تتلهى بدار خدمه شنو معناها انا كي نروح شنو عشاك علاش ما تطيبوش وحدك لبستك علاش ما تغسلهاش وحدك علاش ما تحددش لبستك تحب مراه تجي تخدمك وتطيب لك وتقعد لك نهار كامل في الدار وهي وين خدمتها وين اصحابها وين حياتها تحبوا مليونين تتحركوها ايمان ايش مليونين تتحركوها انتم ما تحبوش ايمان رايها اما بوغ اتخ كليغ اينات امل صحيحه ونور صحيحه وسامي صحيح شنو هي المفاهمه هو ساعات لو تلقاها راهو حاضر يقول عزيزي انا في تونس ما تلبسليش هكا كي نسافروا البس هوني وقتاش علاش انت عندك الحق وهي عندك الحق وكل غله عندها وكيلها يقول لك كل غله عندها وكيلها انا ما نجمش نجي الراجل حربي ولد حما عربي حزار تربى في بيئه معينه ما تلبسش وما تجيش وما تخرج كان معايا والا ما تشاورني نجيب له مع انسانه متفتحه اللي سانست امها تسافر وبوها راهو سا اكزيست وكل شيء هوني باش يصير ان كونفلي هي باش تحاول تبدل في طبيعتها على خاطره وتبدا متصنعه شخصيتها اي ال سوفر وهو باش يقعد حياته كامله يرى في العوج كيف كيف ينجم يكون فما برشا رجال متفتحين ويقول لك انا نحب الناس كل تغزل لمرتي بما انها مرتي وتقعد كان عندي ونعرفها في ديل انا نفتخر بها ويبدا فرحه راجل اخر ما يقبلهاش دونك هوني انت هوني تقول الطبقات الاجتماعيه هي هذا مهم في النجاح ما تنجمش انت راجل حذار ومحافظ وعندك الغيره يمشي مع انسانه متفتحه وباغ كونتر فما شكون يقولها عزيزتي احنا اوني فيديل راني اون بارل با دان فيديليتي يقولها انا نحبك وتحبني عندك حريتك شخصيتك برا سافر انا سافر في اللبسه يحبها تلبس هكاكا وفرحان بها ويعرف اللي هي فيديل معاها الطفله هذه شتنصحها راهي هي قناعات شتنصحها الطفله هذه تواصل والا تحط ورقه وستيلو كما قالت مدام منيا وتعاودوا يحكي شوف مادام هي تقلقت من الاول راهو ما فماش امكانيه للتواصل هي باش تقعد حياتها كامله تلعب في دور ونهار اللي صفر بالسرقه باش تلبس اي سو سون مالاليز وباش تحس روحها تخيست وما تنجحش العلاقه تبطل خذوا كيف بعضكم معناها فرد ارتال كيفاش نجم انسانه مستنسه بريتم تاخذ بريتم معناها كل انسان عنده الحق نجم انا نكون حزاره وصعيبه مع راجل واحده اخرى تقول ايش بك مريضه ولا معناها يلزم فما توافق فكري ورقه والسلوم الاول فما يشرى شعب ديخ انت حزار مش كسيون حزار كيما قالت مدام مونيا وكيما قالت ايمان بالحق راهو انت والطبقات راهو كيما قالت مدام مونيا فما فخار بكري راهو ما يتعودش وفخار توا اللي ترى فيه ما يوصلش وما الحقيقه باش نكونوا صريحين راه قبل راهو اسمعني قبل راهو كان الخضار باش يقضي القضيه للدار يحطها قدام الباب بسقيفه الراجل كي كان يدخل السقيفة للدار النساء الكل تدخل البيوت تتخبى يحمحم تحمحيمحم بركة الناس الكل سامحني توا سامحني عبيد شوف فيهم بنات تصل سامحني ورجال راقدة شنو؟
غالي التكريمي ما نغطيهوش غير مكا وذكا هما. مش هذه المشكله. ما فخار بكري ما يجي كيما فخار. لا لا معناها انت شنو قابل العرس ولا لا ورقه وستيلو من اول من هذا اللي جاي طلبها. انت ترى بيزار سمو انه المراه تسهر والرجل راقد حاجه؟ اي بيزار. انت معناها ترفضها الحكايه؟ نرفضها. تعرف وقتاش نرفضها؟ نرفضها وقت اللي انا نلقى الطفله سامحني سهره مع بيت ومعاهم من الناس كل رجالهم وهي ما ثمش رجلها، شنو سهره انت هكا؟ اي اي نرفض، اما بنات صافي عادي ما يقلقنيش. اللي هو بنات والا بنات والا اولاد زاد انت كفويه كاسره باش تعديه انت سهره. سامحني غلطه من الاول، اسمعني غلطه من الاول والغلطه من التربيه وشنو هي على شنو هي تربيت كما قالت مدام منيا وشنو هي ربيتها امها وشنو هي ربيها ابوها وجههم.